السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنشرح ليكتشر كام؟ هنشرح ليكتشر 4 اللي هي فيها ديتكشن كتير دي. طب ليه نطينا على 4 ومشرحناش الجانز والفاريشن الاوتو انكودر الاول؟ علشان احنا فاهمين سي ان ان طازة دي 4، ماشي؟ احنا فاهمين سي ان ان طازة، فعايزين بقى نشوف ازاي يعني ايه اللي احنا بنعمله بالسي ان ان، ماشي؟ ايه اللي احنا هناخده في الليكتشر عامه؟ هناخد سيمانتك سيجمنتيشن، هناخد كلاسيفيكيشن ولوكاليزيشن، هناخد اوبجكت ديتكشن وانستنس سيجمنتيشن. هنا يبقى في الار سي ان ان والفاست ار سي ان ان، ماشي 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 ماشي. المهم خلينا نبدا باول واحده اللي هي السيمانتك سيجمنتيشن. ايه فكره السيمانتك سيجمنتيشن؟ فكره السيمانتك سيجمنتيشن اهي ان انا معايا صوره، ماشي؟ انا معايا صوره اهي، الصوره دي انا عايزه اقول كل بيكسل في الصوره دي ايه، يعني ايه، يعني مثلا البيكسل دي هقول دي سكاي، البيكسل دي هقول دي كات، هقول دي كات، دي مثلا هقول دي جراس، زي كده. ده اللي بيطلع لي، ده الاوتبوت اللي بيطلع، ماشي؟ فده كل هدف السيمانتك سيجمنتيشن، كل بيكسل في الصوره ان انا اليبل كل بيكسل في ان انا اليبل كل بيكسل في الصوره بالكاتيجوري بتاعها، ماشي ماشي. طيب ازاي بعمل ده؟ احنا مستخدمين سلايدنج ويندو. يعني ايه؟ يعني انا بمشي كده على الصوره بسلايدنج ويندو، سلايدنج ويندو دي اطلع منها باتش، اكستراكت باتش منها، وادخل الباتش ده على السي ان ان، واطلع في الاخر كلاسيفاي. تمام. يعني معنى كده ان البكسل دي لما اجي اخد البكسل دي وادخلها على السي ان ان هتطلع ان هي الكاتيجوري بتاعها انها في الكاو، يعني ده دي كاو، دي جزء من كاو، او يعني هي من ضمن الكاتيجوري بتاع الكاو، ماشي؟ في مشاكل يعني من كلامي حتى، او من الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، احنا اكتشفنا ان في مشكله. ايه المشكله؟ ان انا باخد كل بيكسل حرفيا اقول دي ايه. طب ما في يعني في تو بروبلمز كده. اول بروبلم ان ده سوبر كومبيتيشن، يعني كومبيتيشن باور كبيره قوي 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 قوي، ان انا كل بيكسل في الصوره، وما بالك بقى الصوره لو بقت 700 في 700 مثلا، يعني ده 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 دي دي, دي يعني حاجه مهوله وصعبه جدا. فكومبيتيشن باور طبعا كبيره جدا 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 جدا. في حاجه كمان، طب مش انا واخده البيكسل دي، يعني السلايدنج ويندو دي والسلايدنج ويندو دي، مش الاثنين دول طلعوا لي كاو؟ ليه؟ لان دول جنب بعض، يعني قريبين من بعض، فطبيعي اللي قريبين من بعض قوي كده هيطلعوا نفس كلاسيفاي في الاخر، صح؟ فدول تو بروبلمز معانا. اول بروبلم ان احنا كومبيتيشن باور كبيره جدا، ازاي نحلها بقى؟ ازاي نحلها؟ شوف بس حاجة، دي ده قبل ما نشوف الحل، ده الاركيتكتشر بتاع السيمانتك سيجمنتيشن. انا بدخل ايمج بدخلها على اتش بيكسل، طبعا بدخلها على كونفولوشنز او بعمل سي ان ان، بعدين بطلع بريدكشن لكل بيكسل، ماشي ماشي. طيب هي دي البروبلم، ان هي في اكسبنسيف كومبيتيشن. فالحل ان احنا نعمل حاجه اسمها داون سامبلنج واب سامبلنج، داون سامبلنج واب سامبلنج، دي البروبلم بتاع السوبر كومبيتيشن باور. طيب ايه بقى فكره الداون سامبلنج والاب سامبلنج؟ الداون سامبلنج ان انا باخد الهاي ريزولوشن ايمج، دي الايمج اللي هي كلها دي، بدل ما انا اخد كل بيكسل فيها وادخلها على سي ان ان، لا انا هعمل حاجه تانية، انا هعمل كونفولوشن وهعمل بولينج. واحنا قلنا ان حاجه زي كده احنا من اكستراكت اهم فيتشرز فيها، ولما اعمل كده هعمل سيمانتك سيجمنتيشن واطلع من الفيتشرز اللي انا عملتها دي البريدكشن بتاعي او ده ايه، ماشي؟ بعد كده بقى انا عايزه ارجع الصوره تبقى كده، ارجعها بالريزولوشن الاصلي، اعمل ايه؟ اعمل عكس الكونفولوشن والبولينج، تمام؟ حاجه اسمها ان بولينج، وتقريبا دي اسمها هنجلها بس انا مش فاكره اسمها ايه. فالداون سامبلنج اللي هو العادي اللي احنا بنعمل كونفولوشن وبولينج، دي ليه اسمها داون سامبلنج؟ لان هي بتريديوس او بتريديوس الدايمنشن بتاعه الايمج زي ما احنا خدنا في السي ان ان. تمام. طيب لو جينا نشوف بقى، مش احنا هناك كنا بناخد في الداون سامبلنج، ثانيه بس، الاب سامبلنج بقى ان انا باخد اللو ريزولوشن واحولها لهاي ريزولوشن. طيب مش انا لما باجي اعمل لو ريزولوشن مش انا بفقد حاجات في الصوره؟ يعني انا بفقد حاجات مش مهمه في الصوره. فلما باجي اعمل اب سامبلنج
هكون حليت المشكلة التانية اللي هي فكرة ان الاتنين التو بيكسلز اللي جنب بعض يتعمل لهم كلاسيفاي كأنهم حاجة واحدة، فلما اجي اعمل داون سامبلينج هما هيعتبروا اصلا حاجة واحدة. ماشي، يعني ما اطلع اهم الفيتشرز، انا يعني طلعت اهم الفيتشرز وقلت ان دي كاو، فخلاص لما اجي ارسمها تاني هلاقي فعلا ان دي طلعت السيمانتيك سيجمنتيشن بتاعها صح. ماشي، يا رب تكون واضحة. خلاص طيب، ماشي انا دوست غلط. ماشي طيب، مش احنا في الداون سامبلينج خدنا البولينج، عايزين بقى نعرف ايه يا جماعة، في ايه عايزين نعرف؟ مش عايزين نعرف الامبولينج بيتعمل ازاي، مش البولينج ان احنا كان عندنا الايمج دي مثلا كأن دي مش موجودة، ماشي كأن دي ايمج عادية، مش كنا بناخد ال أو لا مش هينفع. ماشي، الماكس بولينج يعني كنا بناخد اكبر بيكسل في الجزء ده مثلا واكبر بيكسل في وهكذا. ماشي، عايزين بقى نعمل العكس، عايزين نعمل العكس. انا معايا البولينج، انا معايا اللي طالع من البولينج اللي هي دي الاتنين في اتنين دي، وعايزة ارجعها تاني يعني الدايمنشن الاصلي. ماشي، فهعمل حاجة اسمها انبولينج، ليها طريقتين، في نيرست نيبر وفي البيت اوف نيلز، في طريقة تالتة طبعا هنجلها. بس اول حاجة النيرست نيبر انا بعمل ايه، مش هي الواحد هنا، بحط واحد في كل، مش دي اتنين، بحط اتنين في كل. يعني بعمل ايه، انا عايزة ارسمها عشان تبان، تعالي نرسمها ثانية. طيب ده اللي طالع لي من البولينج اتنين في اتنين، انا عايزة ارجعها تاني لاربعة في اربعة، فبعمل ايه، بعمل اهو اربعة في اربعة، كل واحدة فيهم اربعة، كل واحدة فيهم اربعة، فبعمل ايه، مش هنا في واحد فانا بحط واحد 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 واحد، مش هنا في اتنين بحط اتنين 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 اتنين، مش هنا اربعة بحط اربعة 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 اربعة، وهنا تلاتة بحط تلاتة 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 تلاتة. ماشي، دي طريقة ايه، النيس نيل. طيب ايه بقى طريقة البيت نيلز، بيت اوف نيلز تقريبا، طريقة البيت اوف نيلز انا عندي اهو تاني، معلش، واحد اتنين تلاتة واربعة، بعمل ايه، اهم الاربعة في اربعة بتوعي، بعمل ايه، بحط الواحد فوق يمين، ثانية فوق شمال، سوري هنا يعني، واحط الاتنين فوق شمال، واحط التلاتة فوق شمال في الربع بتاعها يعني، واحط الاربعة فوق شمال والباقي صفار. دي طريقة الايه، البيت اوف نيلز. هي المسألة دي مهمة، الدكتور كانت قالت يعني في المحاضرة ان هي مهمة وهتجيبها يعني. ماشي، فنركز بقى. طيب في طريقة تالتة اسمها ماكس امبولينج. الماكس امبولينج انا عايزه اجيبها من السلايد عشان تبان، الماكس امبولينج بعمل حاجه زياده، بعمل ايه، لما اجي اعمل ماكس بولينج، ركزوا معايا، انا بقول بس بعمل داون سامبلينج بماكس بولينج. طب عملت داون سامبلينج ماكس بولينج هحتفظ يعني انا خدت الخمسه، مش انا باخد الماكسيمم من هنا فخدت الخمسه، هحتفظ بمكان الخمسه، يعني بعرفه الخمسه دي مكانها فين، وهنا بعرفه السته دي مكانها فين، والسبعة هكون عارفة هي مكانها فين، والتمانية هكون عارفة ان هي مكانها فين. فما اجي اعمل الخطوات بتاعة ال CNN او بعمل convolution وبولينج convolution وبولينج، في الاخر يطلع لي ده لو عايز اعمله ماكس امبولينج، هسترجع او هاخد البيانات اللي انا كنت يعني عاملة لها سيف، اللي هي مكان كل واحد فيها، يعني مثلا في الربع ده كان مكان الماكس بولينج هنا، ماشي، فانا هحط الواحد هنا والباقي صفر. طب الاثنين كان مكان الماكس بولينج اهو هنا، فهحط الاثنين هنا والباقي صفر، كان مكان ماكس بولينج هنا اربعة، المكان ده يعني، فهحط اربعة هنا والباقي صفر. دي شبه الامبولينج العادية او النيرست نيبر اللي كنا بنحط فيها صفر، نيرست نيبر اه لا سوري، اللي هي البيد اوف اللي احنا سألناها، اللي هي البيد اوف نايلز، سوري، شبه البيد اوف نيلز، بس بدل ما انا دايما بحط فوق شمال، لا انا بحتفظ او بريمبر المكان اللي احنا عملنا لهم، ان احنا خدنا منه الماكسيمم، يعني ده كان الماكسيمم كان موجود هنا، فانا بحط في نفس المكان ده. يا رب اكون واضحه يعني، اتمنى بصراحه. طيب الترانسبوز كونفولوشن بصراحه
يعني هكلمكم بصراحة، أنا مش فاهمة يعني، حاولت كتير بس ما فهمتهاش برضه، ف معلش أنا آسفة بس هسكب يعني، بجد بجد ما فهمتهاش، ويعني أتمنى ما تجيش. لو فهمتها يعني هبقى أعمل فيديو إن شاء الله. وبالمناسبة يعني الليكتشر الأخيرة يعني الدكتور قعدت تتكلم عن ماتريكس مالتيبليكيشن وما قالتش يعني الخطوات بالظبط ايه. طيب في حاجة مهمة، في حاجة مهمة دي هتيجي يعني، الدكتور أكدت عليها بتاع 4 مرات تقريبا ان هي هتجيبها في المترم، الاركتكتشر بتاعها ان احنا بنعمل داون سامبلينج بعد كده اب سامبلينج، ده الانبوت وده الاوت. بصي طيب احنا كده خلصنا السيمانتك سيجمنتيشن. تاني سريعا، ايه الهدف من السيمانتك سيجمنتيشن او ايه البروبلم بتاعت السيمانتك سيجمنتيشن؟ انا داخله انبوت ايمج، انا عايزه اليبل اتش بيكسل في الانبوت ايمج بالكاتيجوري بتاعها، بس دي البروبلم. طب ايه المشاكل اللي ظهرت من كده؟ ان دي كومبيتيشن بور كبيره جدا، فعلشان اصلح ده بعمل بدل ما انا ادخل الصوره بالهاي ريزولوشن للسي ان ان بعدين اعمل كلاسيفاي، لا انا هعمل داون سامبلنج واعمل كلاسيفاي بعد كده علشان ارجع الصوره الاصليه. بعمل ايه؟ بعمل اب سامبلنج بالامبولينج و اللي هي اسمها ايه، كونفولوشن اسمها ايه، عكس الكونفولوشن. ثانيه ترانسبوز كونفولوشن ده الاب سامبلنج. فممكن يجي مقارنه ايه الفرق بين الاب سامبلنج والداون سامبلنج. قلنا الداون سامبلنج احنا من ريدكشن الدايمنشن بتاع الصوره لدايمنشن اقل، الاب سامبلنج العكس. من امثله دي البولينج والكونفولوشن، من امثله دي الترانسبوز كونفولوشن او كونفولوشن ترانسبوز مش فاكره بصراحه، انا لسه شايفاه دلوقتي حالا بس مش فاكره. والامبولينج، الامبولينج بقى بانواع ماشي. بس دي كده ده كل اللي عايزه اقوله في السيمانتك سيجمنتيشن. طب تاني حاجه بقى، طيب ايه فكره ال كلاسيفيكيشن اند لوكاليزيشن؟ من اسمها، من اسمها انا بعمل كلاسيفيكيشن، بطلع الاوبجكت ده ايه، وفي نفس الوقت بعمل الويندو ده حوالين، بعمل الريكتانجل ده حوالين الايمج. ان انا اقول الاوبجكت ده ايه، ده كلاسيفيكيشن. طب ان انا احدد مكان الاوبجكت فين بالظبط في الايمج وهعمل حواليه ريكتانجل، دي اللوكاليزيشن ماشي، دي كل الفكره. طب بعملها ازاي؟ بعملها ازاي؟ بدخل الايمج نفس الطريقه برضو تقريبا بنفس الطريقه، بس ما قالوش هنا، بس اعتقد ان هي نفس الطريقه، ان انا بدخل الايمج على سي ان ان ماشي، والسي ان ان دي تعمل لي حاجتين. انا بطلع دلوقتي تو لوس مش لوس واحد، اللوس بتاع او بعمل كلاسيفيكيشن فبطلع سوفت ماكس لوس، لوس دي اللي بعمل فيها كلاسيفيكيشن، وبطلع ال ال تو لوس بعمل ريجريشن. بعمل ريجريشن ليه؟ بعمل ريجريشن ليه؟ علشان اطلع الاكس والواي والويتس والهايت بتوع الريكتانجل ماشي. الويتس والهايت يعني حجمه، يعني مش حجمه سوري، يعني الويتس والهايت بتوعه بتوع الريكتانجل، الاكس والواي هما فين بالظبط في الصوره ماشي. فانا بعمل ايه تاني؟ بدخل الانبوت ايمج على السي ان ان، والسي ان ان دي بعمل فولو كونكت لاير مرتين ماشي. المره الاولى بعمل كلاسيفيكيشن واطلع سوفت، بدخل على سوفت ماكس يعني بعمل كلاسيفيكيشن واطلع سوفت ماكس لوس واطلع قصدي ليبل، والمره الثانيه بدخلها برضه على فيو كونكت داير واعمل ريكريشن واطلع الكوردينتس بتاعه البوكس الباوندنج بوكس ماشي ماشي ماشي. دي حاجه اسمها مالتي تاسك لوس، ان انا بطلع اكتر من لوس. حاجه شبه يعني حاجه زي برضه المالتي تاسك لوس اللي هي البوس استيميشن، البوس بتاعه الانسان يعني. فالحاجه زي كده بعمل 14 جوينت بوزيشن، الفوت مثلا ليفت ورايت، الرقبه ازاي، الركبه سوري انا اسفه، الركبه ليفت ورايت، الشولدر الكتف ليفت ورايت، مش مش بحس انجليزي بقى. فكل واحده من دول بعمل بعرف يعني او بعمل لها فول كونكت اللاير بتاعتها واطلع منها حاجه واعمل اللوز بتاعها ماشي. مالناش دعوه يعني، هو بيقول لك يعني الحته دي عشان يقول ان في اكتر من لوس يعني مش لوس واحد، دي حاجه زي ايه اللي احنا قلناها. فباختصار دي كده خلاص الكلاسيفيكيشن واللوكلايزيشن. بعمل ايه؟ بعمل كلاسيفاي للاوبجكت، هو بيبقى سنجل اوبجكت، بيبقى سنجل اوبجكت بالمناسبه، سنجل اوبجكت
بعمل له كلاسيفاي، وفي نفس الوقت بحط عليه ريكتانجل، او في نفس الوقت بحدد هو فين في الصوره فبحط عليه الريكتانجل. بعمل ايه؟ بعمل 2 فولي كونكتد لاير، واحده للكلاسيفاي الاوبجكت والتانيه تحدد مكانه وتحط ريكتانجل. بس دي فكره السنجل اللي اسمها ايه، الكلاسيفيكيشن واللوكلايزيشن. طيب بعد كده ندخل على ايه؟ ندخل على الاوبجكت ديتكشن، اللي هي دي كل اللي فاتت كنت انا بتعامل مع سنجل اوبجكت، ماشي؟ دي اللي هي الكلاسيفيكيشن واللوكلايزيشن. المره دي بقى اتعامل مع مالتيبل اوبجكتس. انا عايزه كلاسيفاي، ثانيه واحده، انا عايزه ادخله انبوت ايمج ويقول لي ايه الاوبجكتس اللي في الصوره والكاتيجوري بتاعها ايه، ماشي؟ فهنا مثلا في كات، بس هنا في كات دوج ودوج وكات، هنا في دك ودك، كذا دك كمان مش حاجه واحده. فدي يعني مثلا حاجه زي كده طلعت لي ايه الكلاسيفاي يعني، والويندو اللي هو ده، فطلعت لي ايه 4 اوتبوتس اللي هم ثانيه واحده تقريبا اعتقد ان هي تمام، اللي هو 4 اوتبوتس اللي هي اكس واي والويدث والهايت وعلى الريكتانجل. فهنا مثلا طلعت 4 و4 و4، مش عارفه زي 16 بس تمام، مش مهم. طيب بتمشي ازاي بقى؟ بتمشي ان احنا بنابلاي برضو كروبس كده من الايمج وندخلها على سي ان ان، والسي ان ان دي تطلع لي يعني هو دوج ولا كات ولا باك جراوند، ماشي؟ فانا مثلا خدت الويندو دي، لو ما دخلها على سي ان ان هتطلع لي ان هي لا مش دوج، لا مش كات، هي باك جراوند، ماشي؟ ونفس الفكره برضو لو خدت حته الدوج دي هتقولي دوج مش كات ومش باك جراوند. فدي انا ادخلها على ايه؟ على سي ان ان، ودي برضو ادخلها على سي ان ان تقولي ان هي دوج مش كات ومش باك جراوند. نفس الفكره برضو مع الكات، هتقولي ان يس عند الكات والباقي نو، ماشي. طيب مش دي نفس المشكلة، او مش نفس المشكلة قوي يعني، بس هي برضو كومبيتيشن باور كبيرة، ان احنا كل لوكيشن في الصورة هناخده نحط على سي ان ان، والسي ان ان تطلع لي هو ايه، او يعني هو ايه ومكانه فين، صح ماشي. دي اول مشكلة، او دي المشكلة بتاعتنا، ماشي. طيب علشان نحل المشكلة دي قبل ما نشوف حل المشكلة، هي بالمناسبة يعني هنحلها بالـ RCNN، بس قبل ما نشوف الـ RCNN عايزين نفهم في حاجة اسمها region proposal. region proposal ده عبارة عن traditional image processing عادي جدا، بيعمل ايه؟ كل هدفه ان هو يلوك فور edges، بيشوف الـ edges اللي في الـ image، بيعمل filters يعني بالـ image processing، فيطلع الـ edges اللي في الـ image ويعتبر الـ object. ثانية واحدة عشان بس نفهم احنا بنعمل كده ليه. مش انا لو جيت طلعت الباك جراوند دي وقلت ان هي باك جراوند، هل دي معلومه هتفيدني؟ مش انا عايزه اطلع الدوجز مثلا والكاتس اللي في الصوره، مش ده الاوبجكت اللي انا عايزاه، فانا عايزه احدد الاوبجكت اللي انا عايزاه، او عايزه احدد اهم الاوبجكتس اللي انا عايزاها، او ممكن اطلع باك جراوند بس لو هي مهمه عندي، فاهمين؟ فانا عايزه اطلع الاوبجكتس عشان ايه؟ نعمل له كلاسيفاي. في نفس الوقت بطلع، وانا قلت هو نفس الكلام يعني، بس بطلع يعني most important features في الصورة علشان اعمل لها ايه classify، ماشي؟ وحدد مكانها يعني اللي يهمني بس مش اكتر. فبتستخدم various types من الـ image processing، و بتعمل حاجة اسمها selective search تقريبا يعني مكتوبة هنا، ماشي؟ وبتطلع، هي مش 1000، هي بتطلع 2000 region، يعني بدي لها صورة تطلع لي 2000 region بالobjects اللي في الصورة، يعني بحاجة زي كده، مش الobjects يعني، هي بتطلع 2000 region كده، ده region ده region ده region ده region ده region وهكذا، ماشي؟ طيب بعد ما بعمل كده بعمل ايه عشان احل المشكلة بقى؟ بعمل RCNN. RCNN بتعمل ايه؟ اختصارا هي بتاخد الregions اللي بتطلع دي، بتاخد الregions اللي بتطلع دي تحطها على CNN، ماشي؟ بتحطها عليه، هتعمل ابلاي للسي ان ان. طب ازاي بقى بالخطوات دي؟ الانبوت ايمج بتاعتي هعمل ريجن بروبوزلز، هطلع 2000 ريجن من الصوره، بعد ما اطلع 2000 ريجن من الصوره ادخل ال 2000 ريجنز دول للكونفولوشن او السي ان ان، ماشي؟ طب في مشكله دلوقتي، ايه المشكله؟ ان السي ان ان لازم كل الايمجز اللي داخلها تكون بنفس السايز،
حاجه ليها علاقه بالفوليكونات اللير، لازم نفس الانبوت سايز، لازم يبقى فيكسد انبوت سايز داخل للـ CNN علشان احل مشكله زي دي. يعني او ايه هي المشكله؟ ان الريجنز اللي بتطلع بتبقى مختلفه، يعني ممكن مستطيل عامل كده، ممكن مستطيل عامل كده، فدي مش نفس الانبوت سايز. فعشان اخليها بنفس الانبوت سايز بعمل زي براب كده الريجنز دول، او هي بتتقال ار او اي عشان بس اختصارا، برابها ب يعني زي ايه، زي ويندو كده ليها فيكسد سايز، بحطها على الصوره وربها وراب الصوره عليها، ماشي؟ فيطلع لي كلهم نفس السايز. بس دي كل فكرة. اخد بقى الرابت ايمج ريجنز دي وادخلها على سي ان ان. ازاي؟ اهو ادخلها على كونفيننت عادي، واعمل بقى كلاسيفاي، اعمل اس في ام وكلاسيفاي الريجنز. كده انا طلعت كل اوبجكت هو ايه، او كل ريجن هو ايه، وفي نفس الوقت عملت ايه اللي هو حوار الريكتانجل ده، اللي هو انا عملت ريجريشن وطلعت الباوندري بوكس، تمام؟ بس دي كده كل الفكرة في الار سي ان ان. طب في مشكلة بقى، هي مش مشكله واحده بصراحه، هي مشكلتين. ايه بقى المشكلتين؟ مش انا قلت ان انا بدخل ال2000 كي 2000 كي ماشي، ال2 كي من الار او اي او الريجن بروبوزلز دي كلها على الكونفينت؟ طب ما ستيل دول 2000 حاجه بتدخل الكونفينت، طب ما دي حاجه كبيره، ده برضو كومبيتيشن باور كبيره. فدي اول مشكله، برضو حوار الكومبيتيشن باور. طيب تاني حاجه هو حوار ان احنا مش متاكده منها، فبلاش اقولها يعني عشان برضو ايه ما الفش. طيب مش ال2000 دول ما يدخلوش على الكونفينت، مش كده هتبقى العمليه بطيئه؟ هيبقى في سلو في الليرنينج. فدي المشاكل اللي معانا، هي سلو، تريننج از سلو، وبرضو الانفيرنس اللي هو التستنج برضو بيبقى سلو، ان هو بياخد 47 سكند للايمج، والتريننج بياخد 84 ساعه، فده برضو لوت اوف ديسك سبيس ولوت اوف تايم، فدي مشاكل. طيب ايه اللي بقى اللي حلت المشاكل دي؟ الفاست ار سي ان ان حلتها ازاي؟ حلتها من انا عندي اهو الانبوت ايمج، نفس الفكره خالص، بدخل الانبوت ايمج دي كلها يعني كل الايمج بندخلها على كونفينت، ده طلع لي فيتشر ماب. مش احنا عارفين ان الكونفينت او السي ان ان بتطلع فيتشر ماب؟ طيب بعد ما طلع لي الفيتشر ماب دي، برضو بتقال عليها هاي ريزولوشن فيتشر ماب، يعني انا واخده الانبوت بتاع الايمج كله، طلعت فيتشر ماب. بعد كده بقى اعمل ايه؟ هعمل من الفيتشر ماب دي الار او اي اللي هو الريجن بروبوزل اللي هي دي اهو، عملت ايه ريجنز اوف انترست فروم ا بروبوزل ميثود، عملت لي الفيتشر ماب ريجن بروبوزل. بعد كده علشان اتفادى، هي تقريبا دي المشكله اللي هي انا ما رضيتش اقولها، دي المشكله التانية، ان انا ما براب اللي طالع ده من الار او اي بويندو ليها فيكسد سايز، في حاجات تفاصيل انا بفقدها، انا مش بعملها تريننج، ماشي؟ يعني مثلا انا عندي اهو الويندو كانت عامله كده، او الريجن بروبوزل كان عامل كده، انا عملته كده، مش ده كده انا ما اتعلمتوش، مش ده كده انا ما اتعلمتوش. فدي مشكله اللي حلتها الفاستر ان ان سي ان ان. طب الفاستر سي ان ان حلتها ازاي؟ حلتها بالروي بولينج، عملت بولينج لير للروي اللي داخله دي، وطلعتها في الاخر ايه؟ فيكسد size، ماشي؟ بعد كده باخد اللي طالع من الروي بولينج وادخلها على فولي كونكتد لاير، واعمل سوفت ماكس، واعمل كريسفاي عادي جدا. طبعا بعمل ايه؟ لينير ريجريشن عشان اطلع الباوندنج بوكس. نروح فين عشان اطلع ايه الباوندنج بوكس؟ ثانية واحدة، ده برضو نفس الاركتكتشر بس بشكل تاني. طيب اختصارا كده، تاني الار سي ان ان تعمل ايه؟ الار سي ان ان هنجيب الاركتكتشر على طول، الار سي ان ان هنوصل الار سي ان ان، كنا بدخل الانبوت ايمج واعمل لها ريجن بروبوزل او اطلع الرويز اللي موجوده فيها، كان بيطلع لي 2 كي رويز، بعمل راب بفيكسد سايز ويندو، واللي طالع بدخله على الكونفينت بتعمل لي كلاسيفاي باس في ام، وتعمل لينير ريجريشن تعمل قصدي الباوندنج بوكس بالريجريشن. طيب كان عيوبها ايه؟ كان عيوبها ان اول حاجه ان هي فول يعني سوبر كومبيتيشن بور،
وسلو جدا. انا كنت بتاخد 48 ساعه في التريننج، 84 ساعه في التريننج، وكل كل ايمج في التيست كان بتاخد 47 ثانيه عشان اتست بس. وتاني حاجه اللي هي حوار ان احنا بنراب ب فيكسد ريكتانجل او فيكسد سايدز ريكتانجل، دي كانت بتخليني ان انا اخسر معلومات ما عملتلهاش تريننج. فاللي حل ده الفاست ار سي ان ان، ان احنا كنا ان احنا بندخل الانبوت ايمج كلها على الكونفيننت، بعد كده اطلع فيتشر ماب هاي ريزولوشن فيتشر ماب، بعد كده من الفيتشر ماب اطلع منها الرويز. وعلشان احل مشكله الراب بتاعت الويندو عملت روي بولينج، الروي بولينج عملت لي فيكسد سايز، دخلتها على فول كونكتد لاير وعملت لينير ريجريشن سوفت ماكس عشان اطلع ال الكلاسيفيكيشن، وفي نفس الوقت اطلع الباوندنج بوكس وبسك. هي اسمها مالتي تاسك لوس عشان بعمل حاجتين، بعمل كلاسيفاي بعمل لينير ريجريشن. دي كانت الايه الار سي ان ان والفاست ار سي ان ان. احنا وصلنا كام دقيقه؟ ماشي. قال لك ممكن بقى قبل ما ادخل الريجن بروبوزال دي على الروي بولينج، قبلها ممكن اعمل حاجه اسمها الريجن بروبوزال نتورك. دي تعمل لي ايه؟ بتقول لي ان الريجن بروبوزال انت واخده ده هو اوبجكت ولا مش اوبجكت. طب ايه الريكتانج او ايه الكوردينيت بتاعه البوكس بتاعتك، وايه الكلاسيفيكيشن بتاعها، وايه الفاينل كوردينيتس بقى بتاعه البوكس. هو انا فاهمها كده بصراحه، مش عارفه هي انا فاهمها صح ولا لا، بس هي كده يعني اعتقد ان هي مش مهمه. طيب اليو اليولي دي او الاس اس دي بتعمل ايه؟ دي بتعتبر ان تعتبر ان البروبلم كلها هي ريجريشن بروبلم، وبتعمل البرودكشن بتاعها كلها في وقت واحد ات وانس، حاجه اسمها وان شوت ليرنينج. طيب بتعمل ده ازاي؟ بتعمل ده ازاي؟ ان هي بتعمل بتقسم الصوره لجريد زي ما هي عامله بالابيض كده، قسم الصوره لجريد. بعد ما بتعمل كده بتقسمها لجريد، اللي بتقسم الصوره لجريد 7 في 7 ماشي. وبعد ما بتعمل كده ثانيه واحده. طيب بعد ما بتعمل كده بتحط بقى بوكسز، يعني مثلا حاطه 3 بوكسز وهنا حاطه 3 بوكسز او تقريبا 2 ثانيه، لا تمام 3 ماشي. هو انا ممكن مش فاهمها قوي بصراحه، ممكن عشان برضو اكون صريحه، بس يعني هو كل اللي هي بتعمله ان هي بتطلع الاوت بالشكل ده 7 في 7 ده اللي هو الجريد، 5 في بي اللي هي عدد البوكسز اللي هو بتحطها لكل حاجه، والسي ده الكلاس اللي بتبريدكته يعني سواء هو كان باك جراوند ولا اوبجكت يعني، والكلاس بتاعه ايه. بعد كده بنحطها بقى على كونفينت. ده اللي انا فاهمه فيها بصراحه، مش عارفه بقى يعني، مش عارفه بصراحه ممكن فاهمها غلط. بس يعني ممكن بقى في الاوبجكت ديكشن، مش احنا كنا من بن بن بنمسك مثلا صوره ونقول ان ده دوج، عايزه بس حاجه واضحه هقول لكم حاجه، والله هقول بجد بجد هقول ثانيه بس اهو. مثلا عشان كنت بمسك الريجن ده واقول ان هو دوج، اقول ان ده كات او ده دوج برضو، دي كات تقريبا اهو. ممكن بقى بدل ما اعمل كلاسيفيكيشن واطلع ده ايه، ممكن اعمل ايمج كابشنج. ده اللي انا كنت عايزه اقوله والله، ممكن اطلع ايه ايمج كابشنج على صورتي، فاستخدم الحاجه زي كده اوبجكت ديتكشن في الايمج كابشنج. بس ده اللي انا عايزه اقوله فيها اهو، زي كده اقسمها وعادي يقول بقى دي ايه ويوصف اللي هو شايفه. بس ملناش دعوه ملناش دعوه. بس نيجي بقى على اخر حاجه اللي هي الانستنت سيجمنتيشن. طب ايه الاوبجكت ديتكشن اللي احنا لسه هنتكلم عنها؟ اكيد نسيتوها. طيب الاوبجكت ديتكشن ككل هدفها ان هي تطلع كل اوبجكت في الايمج هو ايه ماشي. فعلشان كانت تعمل ده كانت بتعمل ايه؟ نسيت ماشي ثانيه. اوكي كان بتدخل الانبوت ايمج، كان بتدخل الانبوت ايمج، كان بتدخلها على السي ان ان، والمفروض ان السي ان ان هي اللي كانت او كنا بناخد اهو زي كده ويندو ويندو كده من الايمج وندخلها على سي ان ان، والسي ان ان تقول ده ايه او تعمل كلاسيفاي وتحط الويندو او تحط الريكتانجل. طب ما حاجه زي كده كانت عامله لنا مشكله ان احنا هنحط السي ان ان لعدد كبير قوي من اللوكيشنز وممكن حاجات ما تكونش ليها لازمه، فاحنا بنعمل برضو كومبيتيشن باور كبيره جدا. فكان حلها الار سي ان ان عشان مش هنعيدها تاني، والفاست ار سي ان ان. بس طيب اخر حاجه
طيب دي اسمها انستنس كونديشن، بنعملها بحاجه اسمها ماسك ار سي ان ان. دي بتعمل ايه؟ بدل ما انا اعمل كلاسيفاي واقول اللوكيشن بتاع الاوبجكت فين، لا انا هعمل لوكيشن، هعمل لوكيشن عادي بس هقول ايه البيكسلز اللي بتمثل الاوبجكت ده، بطلع ماسك. الماسك ده اللي هو ايه؟ اللي هو الواحد اللي هو السيمانتيك سيجمنتيشن. ماشي ماشي. فانا بعمل ايه؟ ده الاركتكشر بتاعه، وطبعا كل اركتكشر من دول مهم يا جماعه، عشان مش عارفه قلت ده ولا لا. طيب اول حاجه ان انا بدخل الايمج على سي ان ان. طيب اعتذر على الفصلان ده. ماشي، بدخل الايمج على سي ان ان، السي ان ان تطلع لي الروي، بالاين بقى الروي دي على ببروجكت الروي دي على الكونف، الكونف فيتشر ماب زي كده. ماشي، بعد كده بقى بعمل ايه؟ لا سوري، زي كده معلش، اهي بحط الروي على الفيتشر ماب تاني، معلش تاني الانبوت ايمج بعمل لها سي ان ان، وبعد كده الاين الروي على الفيتشر ماب بتاعت السي ان ان. ماشي، بعد كده بعمل بقى ايه حوار الماسك ده، ان احنا بنطلع ده بنكلاسيفاي بقى كل بيكسل، كل بيكسل في كل بيكسل طالعه اقول ان دي اوبجكت ولا لا. ماشي، واطلع يعني ايه البيكسلز اللي بتمثل الاوبجكت بتاعي ده، بعمل زي ماسك تطلع حاجه شبه كده. اتمنى بصراحه اكون انا شرحتها صح او شرحتها حلو يعني او شكل مفهوم. فبس المحاضره خلصت الحمد لله. فيعني احنا كان عندنا سيمانتيك سيجمنتيشن، عندنا سيمانتيك سيجمنتيشن ان انا بطلع كل بيكسل بعمل لها ليبل بالكاتيجوري بتاعها، كلاسيفيكيشن لوكاليزيشن ان احنا بنطلع ايه الاوبجكت، او بيبقى عندي سينجل اوبجكت فطلع الكلاسيفيكيشن بتاعه هو ايه، وفي نفس الوقت بعمل هو فين في الصوره. ماشي، الاوبجكت ديتكشن ان عندي مالتيبل اوبجكتس بطلع كل واحد ايه، وبطلع الـ هو فين برضه في الصوره. الانستنس بدل ما بطلع هو ايه، بس بدل ما انا معلش انا قلتها خلاص فوق، بدل ما اطلع الويندو ده بعمل زي يعني بمسك كده، وحد ايه يعني الاوبجكت ده فين، ايه البيكسلز بتاعت الاوبجكت. فيعني بس يعني انا اتمنى بصراحه كل امل ان يكون الشرح كان بسيط وسهل ومفيد يعني. فشكرا ليكم ولوقتكم.